الكابتن فريد لفتة، عراقي بغدادي، ولد عام 1978، عاش مع الطبيعة والطير في ميسان، واكتسب المهارات التي جعلت منه بطلا متفوقا في مجالات عدة. درس الكيمياء في جامعة بغداد، ودرس في الأكاديمية الأمريكية للطيران في تكساس. انتدبه الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك ممثلا للعراق والعرب في رحلة أبحاث. أول عراقي يتسلق قمة إيفرست ويصل فوق القطب الشمالي ويقفز منهما. أول عراقي يحصل على 9 أرقام قياسية في موسوعة جينيس. اختارته هيئة رعاية الطفولة سفيرا للطفولة في العراق، واختارته جمعية الهلال الأحمر سفيرا للنوايا الحسنة. أرقامه القياسية. صمم أطول سلسلة أطفال بشرية في العالم في محافظة النجف عام 2013. نشر أكبر علم عراقي في العالم مظلياً فوق أمريكا عام 2012. صمم أكبر حمامة سلام من أزرار الملابس في دولة الإمارات عام 2013. كون أكبر رمز للسلام في العالم من لعب الأطفال في جامعة بغداد عام 2014. صمم أكبر علم عراقي في العالم مكون من 4200 إنسان عام 2015. أنجز أكبر درس لتعليم اللغات العربية في العالم باشتراك أكثر من 2000 طالب وطالبة عام 2015. صمم أكبر تحليق لسرب طائرات هليكوبتر في العالم مع وزارة الدفاع العراقية عام 2016. صمم أكبر بوستر مطبوع في العالم ضم خارطة العراقي في كربلاء عام 2016. صمم أكبر بوستر من بصمات الأصابع في العالم عام 2016. إنجازاته العالمية. أول رائد فضاء عراقي مستقبلي. حقق أول قفزة مظلية حرة مدنية للسلام فوق بغداد عام 2009 وفوق كابول في أفغانستان عام 2011. حلق بالبالونات فوق الولايات المتحدة الأمريكية عام 2012. يمتلك مهارات عدة منها: قافز مظلي حر دولي، غواص حر دولي وبحار يخوت، طيار شراعي دولي، وطيار هليكوبتر، وطيار طائرات بحرية. اكتسب ألقابا مهمة منها: لقبته البعثة الألمانية بهرقل الشجاع، لقبته جريدة ذا ناشنال بالمحارب من أجل السلام، لقبته صحيفة الجارديان البريطانية برجل العراق. عضو في عدة منظمات وجمعيات دولية: عضو الجمعية الدولية للقفز المظلي، عضو الجمعية الأمريكية لمدربي الغوص، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، عضو نادي أبطال العالم في موناكو.